مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير ساندويش الكباب التركي. طريقة جدا طيبة ورائعة، وبنصحكم حلو التغيير بالاكل. نعملها بالفرن، فينا نعملها على الفحم، وفينا بالفرن، وفينا بالتوستر بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا أول شي كيلو لحمة مفرومة ناعم، 4 حبات ثوم نعمتهم بهيدا الشكل، 4 ملاعق طعام، زيت زيتون، بصلة حجم وسط نعمتها كمان بهيدا الشكل، ملح على الذوق، ملعقة صغيرة حر ناعم، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كمون ناعم، ملعقة صغيرة بابريكا. كمان عنا الخيار، هيدا الخيار بدنا نعمل فيه صوص اللبن. أول شي بدي حط ملح فوق الخيار، بحط ملح عشان المي تصفي من الخيار، ما يطلع الخليط عنا كتير سائل، يطلع جامد عنا. بترك الخيار على جنب ومنكفي مع بعض بخلطة الكفتة الكباب. بحط زيت الزيتون، حطينا زيت الزيتون، كمان بحط الثوم. طريقة حلوة ورائعة، وبتمنى اللي بيحضر الفيديو يجرب الطريقة، حلو التغيير بالأكل. حطينا الثوم، كمان بحط البصل، الملح، البهارات اللي عنا. بنخلطهم مع بعض. بس خلطنا الكفتة منيح، هلأ بنكفي الطريقة. بسم الله، بدنا نعملهم أصابع. بهيدا الشكل، وبحطهم على الشبك. شايفين كيف؟ بعد ما عملناهم أصابع بهيدا الشكل، هلأ بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى فقط. بعد ما حطينا الكباب بالفرن، هلأ بدنا نعمل الصوص أنا وياكم، صوص اللبن. عندي لبن والخيار اللي عم صفيهم، حبتين ثوم ناعم، ونعناع كمان مفرومة بهيدا الشكل. أول شي بدنا نحط النعناع والثوم فوق اللبنات. كمان الخيار، شفتوا المي اللي نزلت من الخيار؟ عشان هيك لازم نصفيهم قبل ما نحط الخيارات، نعملهم بهيدي الطريقة ليصفوا منيح من المي. هلأ بحطهم فوق اللبن. احنا بنعملها هيدي السلطة بس بدون ما نصف الخيار. هلأ بخلطهم منيح مع بعض. ما رح حط فوقهم ملح عشان حطيت شوي ملح مع الثوم، وكمان نقعت الخيار بالملح. بنخلطهم منيح للثوم ينخلط منيح. هلأ بحطهم بالبراد لجهز الخضرة. بس أخذ الكباب هيدا اللون من هيدي الجهة، بقلبه على الجهة الثانية.
كمان برجع بحطهم بالفرن. بعد ما طلع الكباب من الفرن هلأ عنا هوني بصل مقطع بهيدا الشكل، كمان عنا بقدونس بدي حط فوقهم ملعقة صغيرة سماق، ملح شي بسيط، ملعقة طعام عصير حامض، بخلطهم منيح مع بعض. هلا بحطهم على جنب لنلف الساندويش. عنا هوني الخلطة اللي عملتها، البصل والبقدونس خاص بندورة والكباب. بدنا نلف الساندويش بخبز التورتية، حمصتهم شوي بالتوستر، فينا نحمصهم شي بسيط بالفرن بيعطوا نكهة كتير رائعة وطيبة. بحط الكباب، البصل والبقدونس، بندورة كمان، خس، كمان صوص اللبن اللي عملته أنا وياكم. هيدا الشكل النهائي، هيدا ساندويش الكباب اللي عملته انا وياكم. شكل عن جد عن جد كتير طيب ورائع، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.